مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير الليزي كيك. عنا 200 جرام بسكوت، 125 ملي حليب، 50 جرام زبدة، 3 معالق طعام سكر، وملعتين طعام كاكاو. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي منكسر البسكوت، هلا بحطهم على جنب. طنجرة بحط الزبدة، كمان الحليب، وبحركهم مع بعض على الغاز لتدوب الزبدة على نار وسط. بلشت الزبدة تدوب، بس دابت الزبدة هلا بحط السكر. حركهم كمان، بحط نصفي بصف الكاكاو، فيني صفيهم لحلى الكاكاو كمان. إذا صفيت الكاكاو أحلى، ما عشبي كبتلو. منحرك نستمر بالتحريك، بس يغلو منوقف. بس غلو بهذا الشكل، هلا بطفي الغاز تحتهم. بنحط الخليط فوق البسكوت، خلطهم مع بعض. طريقة كتير سهلة وسريعة. ان شاء الله الفيديوهات اللي عم بعملها تكون عم تعجبكم وما عم تاخد وقت كتير بالتحضير. خلصنا هلأ تخليط. عندي ورقة زبدة، نحط الخليط على ورق الزبدة. بسم الله. بلفها بهيدا الشكل، حاول اعملها نفس الحجم كلها مع بعض. بضغط عليها، شوفوا كيف هيدي الطريقة. بعملها بهيدا الشكل كمان تقريبا مش الحال. بلفها مثل الصندويشة، هاول اعملها قد ما في مدورة.
كمان بعملها من هون بتغطى بهيدا الشكل ومن هيدي الميلة. بتغطى عليها منيح لتنكبس مع بعض. شفتوا كيف؟ حاول قد ما في اضغطها مع بعض ما يكون فيها فراغات. هيدا الشكل. هلا بحطها بالبراد حوالي ساعتين اقل شيء لتجمد منيح الخلطة. هيدي الحلو بعد ما حطيتها بالبراد اقل شيء ساعتين، حطيتها انا حوالي 3 ساعات جمدت منيح. كمان عندي هون دوبت شوكولا خام وشوكولا بيضاء شوي، نشيلها بهيدا الشكل. بسم الله. بحطها على كبيتين، بعملها كمان بهيدي الطريقة، بنغطيها بالشوكولا، بنغطيها بهيدا الشكل. إذا حبيناه ننطر لتبرد شوي لتجمد الشوكولا، منقلبها على تاني ميلة ومنحط من الأسفل كمان. هلأ الشوكولا البيضاء، الشوكولا البيضاء بحطها بورقة زبدة صغيرة. بهيدا الشكل. بنلفها بهيدي الطريقة. بس بدنا نعمل خط أبيض صغير بالشوكولا البيضاء بيعطيه شكل حلو. شفتوا كيف هيك؟ هيدا الخط. إذا حبينا منرش رشة صغيرة فستق حلبي بهيدا الشكل، بيعطي كمان منظر كتير رائع. يعني الزينة اكيد حسب الرغبة. شفتوا كيف عطى الفستق الحلبي شكل كتير روعة. هلا فيني حطها بالبراد اقل شي 10 دقايق بس لتجمد الشوكولا، ومنشوف كيف طلعت مع بعض. هيدا الليزي كيك رول اللي عملته انا وياكن بعد ما طلعته من البراد، لنشوف مع بعض كيف طلع. بسم الله. واو، هيدا الشكل النهائي. هيدا الليزي كيك اللي عملته انا وياكم. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعث تعليق اذا عجبته الطريقة ام لا، وان شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.